في عندنا أقسام كثيرة حاليا في مستشفى الشفاء لا يوجد فيها كهرباء نهائيا. هاي الأقسام فيها عدد هائل من المصابين، من الجرحى. كل هذول المصابين بيحتاجوا إلى الكهرباء. نقص الكهرباء عنهم احتمال كبير يؤدي إلى وفاتهم، وما بنقدر نعمل لهم أي شيء. معظم الدكاترة والممرضين شغالين على ضوء الكشاف بتاعت الجوالات. الهواء هذا بيأثر على الأجهزة التنفس الاصطناعي، على العمليات، على كل شيء موجود. وهذه مناشدة لكل المؤسسات الدولية بأنه إذا لم يحل مشكلة الوقود إحنا هندخل في كارثة، وللأسف حصير في كولابس على المستشفيات. وأعتقد أنه ساعتها لن نستطيع كطاقم طبي أن نؤدي واجبنا.